صباح الخير، صباح اليوم الأول من دفعة منحة البطالة لشهر ديسمبر، اليوم الثلاثاء، أقول الموافق 26 ديسمبر 2023. دخلت منحة البطالة لمن تنتهي حساباتهم 0 1 2 3 كأول دفعة، في انتظار دفعة غد إن شاء الله لمن تنتهي حساباتهم 4 5 6، ودفعة بعد غد لمن تنتهي حساباتهم ب7 8 و9. كل من هو مفعل خدمة الرسائل، يعني راي وصلته رسالة نصية بدخول المنحة، لمن ليس هو مفعل خدمة الرسائل بإمكانكم زيارة البريد للاستفسار، يعني ديروا لافوار وراح تشوفوا المنحة اسكو دخلت أم لا.